انا بنت ابويا، اغنيه قدرت انها تخطف قلوب الناس وتتصدر الترند خلال الايام اللي فاتت. الاغنيه اثرت جدا في الناس لاكثر من سبب، اولهم طبعا كلماتها الجميله واللي كتبتها منى عدلي القيعي، ثانيا الاحساس الاكثر من رائع اللي غنى بيه هنا يسري الاغنيه. طبعا كلنا عارفين ان هنا يسري هي بنت الفنان الكبير الراحل ابراهيم يسري. هي طول الوقت بتكتب عنه على صفحاتها على السوشيال ميديا، وواضح جدا تعلقها بيه، وده طبعا يفسر لنا ليه الاغنيه اثرت فينا كلنا، لانها كانت مشاعرها حقيقيه في كل كلمه. كمان الفنانه الشابه رنا رئيس ابكت جمهورها ودخلتهم في حاله من الحزن الكبير، وده بعد مشاركتهم بفيديوهات على صفحات الخاصه بيها على الانستجرام، والفيديو ده كان عباره عن مجموعه من الصور بتجمعها مع والدها الراحل، وكان الفيديو على انغام اغنيه بنت ابوها.